نتمنى من جميع الصحراويين اللي متابعين معايا هذا اللايف من صفحة الهيئة الصحراوية عنهم يبارطاجوا، لأن حقيقة عن الوضع ما يمكن يسكت عنه، وعن ذا اللي وقع سلطان خي والوعر خي ومنته أمهم والعائلة وبليها، عنه هذا النوع من جرائم الانتهاكات اللي تكرر كل نهار ولا متكلم حد ولا قايل حد عليه. إذا خاص حد لا يقف ويقول كلمته مباشرة في الشارع عنه ضد هذه الانتهاكات وضد الاحتلال وضد جرائم. وادني شي بعد قد يقدمه الإنسان اليوم هو التضامن، ادني شي قد يقدمه الإنسان اليوم هو التضامن. ما يمكن هذا الإنسان اللي يقول عنه صحراوي وضد الاحتلال عنه يتمساكت على هذه الانتهاكات، تمساكت عن استمرار. اليوم مطلوب من الصحراويين كامل خروج الشارع، مطلوب لهم تضامن مع السلطان، مطلوب منهم عنهم يقفوا في طراش الواحد. ودوم احنا الشارع تلبير هذا النداء اللي كنا نقوله لك مع مجموعه من المناضلات رجال السمات البيضاء، باع لي الغالية جيمي صالحة كونديزة عنو تضامن وعنو سكوت هذا منشورات في معلن الوطني مناضلات الجبهة الشعبية تحية الساقية الحمراء. بارطاجوا الإخوان، بارطاجوا هذا التفاعل أصحاب السيارات، تفاعلات أصحاب الصحراويات، تفاعل هذا الصحراوي كامل قلب واحد فعلا خالق القمع وخالق المنع وخالق الإرهاب وخالق هذا كامل على الصحراويين. قوات القمع جاية تجري الدور يدخل على هذا. هذا في شارع السمارة في المانولو، هذه المناضلات قوات القمع المغربية دخلت بقوة ضد المناضلات الصحراء. Gracias.
الله شباب تفاعلوا مع الفعاليات. السيارة